ربنا عافية. أنا راح أستكمل شرح فيديوهات الأسبوع الماضي اللي هي تصنع outcomes of acute inflammation. Outcomes of acute inflammation are هلا في عندنا من acute inflammation راح يكون في عندنا نتائج متعددة. هلا راح نتعرف على هاي النتائج واحدة واحدة. أول إشي اللي هو resolution with complete recovery، يعني إنه بيصير في عندنا شفاء كامل وبنسترجع الحالة الطبيعية والوظيفة بشكل كامل، وهذا الإشي بيصير ب conditions معينة. طبعا هنا restoration of normal structure and function. ايش هي هاي الحالات المعينة الconditions اللي هي اول اشي when the injury is limited or short lived. هلا بحكي لنا لما الانجري تكون limited or short lived، يعني ما تكون الانجري عندنا لفترة طويلة. when there has been no or minimal tissue damage، لما يكون في عنا تشو دمج قليل أو حتى بالأصل مش موجود، أو لما التشو اللي صار له دمجينج أكون أنا قادر على استبداله، أكون قادر أعمل ريبليسمنت لهاد التشو. لما يصير عندي واحد من هدول الثلاثة، أو بالأحرى مش واحد، لما يجتمعوا هدول الثلاثة شو بصير في عنا؟ بصير في عندي resolution. طبعا resolution جاي من كلمة وضوح، يعني انه انا حصلت على استرجاع للحالة الطبيعية، وهذا ثلاث نقاط اشي منطقي. number two اللي هو عبارة عن the progression to chronic inflammation، يعني ممكن انه يصير في انه تطور لايش؟ لchronic inflammation، انه يتحول acute inflammation لchronic inflammation، ومن اسمها chronic يعني مزمن دائم. may follow acute inflammation if the offending agent is not removed، يعني اذا الايجنت اللي سبب الانفلاميشن عندي ما انشال وضل لفتره اطول اكيد راح يصير في عندي chronic inflammation. طبعا ايش هي يعني الحالات اللي راح يصير في عندي فيها chronic inflammation؟ ممكن لما يكون في عندي viral infections or immune responses to self antigens. شو يعني؟ يعني لما أنا يكون في عندي عدوى سببها فيروس، أو اللي هو ردة فعل للمناعة بجسمي للself antigens اللي بفرزها الجسم، زي بعد شوي ما رح نحكي عن allergies وهاي الشغلة. تمام؟ signs of a chronic inflammation may be present at the onset of injury. Depending on the extent of the initial and continuing tissue injury as well as the capacity of the affected tissue to regrow. يعني بيحكي لنا انه بيعتمد على مدة البقاء تبعت الـ initial and continuing tissue injury. يعني بيحكي لنا انه انا شو اللي بيحدد عندي وجود chronic injury او عدم وجودها، انه بيعتمد على الـ initial and continuing tissue injury. يعني هل ضل عندي tissue injury موجود ولا راح؟ إذا راح خلص بتكون acute، بعدين بصير في عندي resolution إذا قدرت أعمل هاي الثلاث نقاط. أما في حال إنه ضل عندي tissue injury والـ capacity of the affected tissue tissues to regrow، إنه ضل عندي affected tissue يضل affected وانا حاولت اصلحه ورد رجع affected، انا هنا شو راح يصير في عندي؟ راح ارجع لنفس المكان. فلما ارجع لنفس المكان هذا الاشي بسميه chronic inflammation. اما في حال انا صلحت هذا الاشي وبعدين خلص بعد ما صلحته رجع للحالة الطبيعية، بصير عندي الاشي اللي اسمه resolution. تمام؟ هلا طبعا هنا اللي هو في عندنا زي صورة events in the resolution of inflammation phagocytes clear
the fluid, white blood cells, and then tissues and fluid and proteins are removed by lymphatic drainage. هلا احنا شرحنا هذيك المره انه في عندنا lymphatic drainage هي الاشياء اللي بتروح فيها لاماكن يعني زي البديله اللي بتروح فيها الاشياء اللي بدنا ننقيها. فاكيد كل هاي الشغلات اللي هي عباره عن white blood cells, dead tissues, fluids, proteins, كلها بدها تروح على الليمفاتيك درينج لانها هي كانت مصابه بالانفلاميشن, فبصير في عندنا زي ريزوليوشن. طبعا هاي البلد فيسل طلع منه المونوسايت. طبعا في اشي مهم جدا لازم نعرفه اللي هو انه المونوسايت لما يطلع من البلد فيسل لبرا بيصير اسمه ماكروفيج زي ما راح نحكي بعد شوي. طبعا هون اللي هو برضو بتطلع لنا النيوتروفيل, بعد شوي راح نعرف اصلا انه هاي هي بالانفلاميشن, بالكرونيك انفلاميشن هي عباره عن الخلايا الرئيسيه او الليكوسايتس الرئيسيه. نيكروتيك تيشو مايكروبس طلعوا منها. هلا هون اللي هو اجى عندنا الفايبروبلاست. طبعا بعد شوي راح نعرف انه الفايبروبلاست هو الشيء الرئيسي في عمليه الريبير تبعتنا. هلا هون بيحكي لنا انه صار في عندنا زي ليكج من الفلويد اند بروتينز, راحوا على الليمفاتيك فيسل ليه؟ عشان يتم تنقيتهم ورجوعهم الى الدم وضخهم. Drainage of edema, fluid and proteins into lymphatics. يعني هذا كله بيؤدي الى الريزوليوشن. الريزوليوشن اللي هو انه انا خلص الواحد يطيب من inflammation, ما صار chronic inflammation, لا طاب من inflammation. تمام؟ هلا هنا بدنا نيجي على الاشي الثالث اللي ممكن يصير عندي. الاشي الثالث اللي ممكن يصير عندي اللي هو scarring or fibrosis results. يعني انا بصير في عندي زي scarring, يعني باجي انا بدي اغطي زي كيف ما اغطي مكان الجروح نفس الفكرة, او fibrosis اللي هو عبارة عن تشكيل fibers. يعني خلينا نشوف هون بيحكي لنا if inflammation occurs in tissues that do not regenerate. يعني هلا مش احنا بنعرف انه في عندنا ثلاث انواع بالجسم من التيشوز اللي يعني it doesn't regenerate, اللي هي اول اشي التيشوز او السيلز تبعون القلب, والسيلز يعني اول اشي تبعون الهارت. تمام؟ ثاني اشي اللي هو السكيلتال سيلز, وثالث إشي اللي هي النيوروسيلز اللي هي الخلايا العصبية. تمام؟ هاي الثلاثة, ثلاث أنواع مالها مستحيل ترجع تتشكل, يعني إذا ماتت خلص. فهنا شو بيحكي لي؟ If inflammation occurs in tissues that do not regenerate, يعني ما بصير لها regeneration. إيش راح يصير فيهم؟ اللي هم عبارة عن skeletal, myocardial muscles, اللي هم تبعون heart and neurons, راح يصير في عندي scarring or fibrosis results. إنه أنا ما راح أقدر أعمل regeneration, ما راح أقدر أعمل resolution. فهون راح يصير في عندي scarring. زي كأني بدي أغطي مكان الجروح أو المكان ال inflamed tissue اللي انا شلته. After substantial tissue destruction, if the supporting structures of the tissues are severely damaged, يعني انا صار في عندي severe damage, ما قدرت ارجع للحالة الطبيعية للتشو, راح يصير في عندي scarring or fibrosis results. Or an extensive fibrinous exudates which cannot be completely absorbed and therefore it's organized by ingrowth of connective tissue and resultant fibrosis. يعني هلا بيحكي لنا انه في عندنا حاله اللي بنسميها extensive fibrinous exudates. هلا احنا بنعرف انه مثلا لو كان عندنا هذا البلد فيسل هنا, راح حكينا هذيك المره فرقنا ما بين اللي هو الاكزوديشن والترانسديشن. حكينا انه الاكزوديشن بيصير في عندنا خروج لإشي بيكون ماله
بيكون بروتين ريتش. فهون صار في عندنا اكزوديشن للفبرينس، يعني الفبرين طلع برا، صار له خروج ليكج من البلد فيسل which cannot be completely absorbed and therefore it's organized by ingrowth of connective tissue. يعني هلا هون احنا عشان نقدر ان هلا هون ليش رح يصير في عندي خروج للفبرينس اكزوديت؟ لانه صار في عندي increase vascular permeability. يعني هون زي كانه صار في عندي هذا، هيك رح يصير شكله، رح يصير في عندي زي مسامات رح يقدر يخرج منه الفبرين. فانا لما يخرج عندي الفبرين لبرا رح يتجمع مع بعضه ويعمل اشي بنسميه فيبروسيس. هاي الفيبروسيس اللي هي عبارة عن زي انه يوصل الكونكتيف تيشو مع بعضه، فبعمل على زي كانه بسكر المسامات، بطلع هون بصير له برا برا برا، فكلهم بيلتموا على بعض زي كانه نعمل اشي بنسميه سكارينج او فيبروسيس، هي عبارة عن انه نعمل زي كونكتيف تيشو، لانه احنا ما قدرنا نعمل ري جينيريت للخلايا الاصليه، لانه في عندنا ثلاث انواع بال بودي they cannot regenerate. رابع شيء اللي هو ابسس، ابسس فورميشن اللي هو عباره عن سوبريشن. هلا الابسس اللي هو زي ما نحكي الخراج، والسب السب اللي هي السوبريشن ممكن نحكي عنها اللي هي القيح، قيح خراج نفس الشيء. بيحكي لنا هون انه may occur in the setting of extensive neutrophilic infiltrate in pyogenic or pus forming bacterial or fungal infections. اهم شيء نكون عارفين انه اللي بشكل الابسس فورميشن اللي هو عباره عن خراج او القيح اللي هو عباره عن البكتيريال اور فانجل انفكشنز، العدوى الفانجل او البكتيريا. They occur in the setting of extensive neutrophilic infiltrate. يعني أنا صار في عندي infiltrate يعني تسرب ليكج للنيوتروفيلز بشكل هائل، تمام؟ وهذا الإشي كان عشان bacterial or fungal infections. فهنا شو راح يصير في عندي؟ راح يصير في عندي abscess formation، هو عبارة عن خراج أو قيح due to the extensive tissue destruction as seen in abscess the extracellular matrix. يعني نفس الاشي، هاي ال blood vessel تكون ايش؟ increased vascular permeability، انه هون مسامات خلت انه صار في عندنا ال vascular permeability صار في عندي increasement فيها، ف اللي هو صارت بيطلع عندي neutrophils صارت تطلع لبرا، فهذا الاشي بيؤدي الى تشكل قيح اللي هو suppuration او abscess formation. تمام؟ هلا هون راح نحكي بعض اللي هي الشغلات اللي حكينا عنها بس بصور. هلا بداية في عنا حكينا الانجري ممكن تكون عبارة عن infarction, bacterial infection, toxins او trauma. هاي الشغلات كلها احنا بنعرف انها راح تسبب بالاخر ممكن ايش انفلاميشن. هلا بالاول هاي مسببات الاكيوت انفلاميشن، لو نرجع بالسلايدات بنلاقي انها هاي مسببات الاكيوت انفلاميشن، او انه ممكن نلاقيها بالنيكروسيس اللي هي النيكروسيس ممكن يسبب انفلاميشن. ليه؟ لانه بيعمل هوست رياكشن. فالاكيوت انفلاميشن في عندنا اول شيء فاسكولار شينجز، في عندي نيوتروفيل ريكروتمنت، في عندي ميدياتورز. هلا هون ممكن يصير في عندي تطور من الاكيوت انفلاميشن يصير بروجريشن لكرونيك انفلاميشن، بس ممكن اصلا بالبدايه تكون العوامل ادت لي، يعني الانجوري نفسها، هي الانجوري ممكن تسبب لي اكيوت انفلاميشن او كرونيك انفلاميشن. فاذا الانجوري نفسها كانت عباره عن فايرال انفكشن زي ما حكينا قبل شوي، انه الفايرال لازم تكون كرونيك. Chronic infections يعني عدوى مزمنة، persistent injury injury دائمة، autoimmune disease يعني إحنا حكينا عن autoimmune disease اللي ممكن نحكي عنه الالرجي والفيرال حكينا عنه قبل شوي، وكلمة persistent وchronic نفس أصلاً معنى تبع chronic، ف يعني definitely راح يكونوا chronic inflammation. طبعاً chronic inflammation بيعملوا angiogenesis
يعملوا mononuclear cell infiltrate و fibrosis scar. هلأ راح نحكي هلأ طبعا طرق الهيلينج. في عندك الهيلينج ممكن يصير في عندي fibrosis, ممكن يصير في عندي loss of function. يعني fibrosis صح انا عملت يعني شبكت connective tissue اللي هي عبارة عن عملية fibrosis من خلال الفايبرز, بس ممكن انه يصير في عندي loss of function. يعني انا خلاص مثلا عالجت الانفلاميشن بس بطل عندي يشتغل بنفس الكفاءة الماضية, او حتى ممكن يكون loss of function بشكل كامل. تمام. في عندنا هون اللي هو resolution. resolution هو عبارة عن الشفاء التام. clearance of injurious stimuli, clearance of mediators and acute inflammatory cells, replacement of injured cells, normal function. لاحظ انه الريزوليوشن صار فينا normal function, اما الفايبروسيس صار فينا loss of function. طبعا هنا في عنا اللي هو pus formation, هو زي ما حكينا الابسس اللي هو عبارة عن القيح او الفراج. طبعا هون خلينا اللي هو بيحكينا من neutrophil and macrophage are response in bactericidal action. هاي النقطة حكتها الدكتورة بالمحاضرة, حكت انه neutrophils and macrophages are response in bacterial action. يعني هم عبارة عن زي مسؤولات عن bactericidal action. bactericidal اللي هم عبارة عن قتل البكتيريا او الاشي المسبب للانفلاميشن. تمام. اللي هم النيوتروفيل اند ماكروفيج, زي اصلا ما راح نحكي بعد شوي عن انه هم الليكوسايتس الرئيسيات في عمليه الكرونيك انفلاميشن. بلش نحكي عن الكرونيك انفلاميشن. تعريفه هو عباره عن انفلاميشن ماله اوف prolonged duration. ليش prolonged duration؟ انه احنا نعدي من الكرونيك مزمن فترة طويلة, فضل weeks, months, years in which active inflammation, tissue injury and healing proceed simultaneously. يعني بصيروا مع بعض. ايش هم؟ بصير عن ثلاث شغلات مع بعض. active inflammation, activation, inflammation active شغال, tissue injury يكون في عندي tissue injury استمرار, وبيكون في عندي عمليات الهيلينج هي عمليات الشفاء. إذا عملية شفاء مع tissue injury مع active inflammation يعطونا إشي بنسميه active أو chronic inflammation. طبعاً بحكينا the chronic inflammation is characterized by the chronic inflammation is characterized, يعني بتميز بأول إشي infiltration with mononuclear chronic inflammatory cells including macrophages, lymphocytes and the plasma cells. يعني بيصير في عندي زي تسرب لأنواع خلايا معينة مميزة اللي هي عبارة عن macrophages, lymphocytes and the plasma cells. طبعا بالacute inflammation حكينا انه كان فينا انواع تانية. تمام. زي النيوتروفيلز, مونوسايتس. هلأ تيشو ديستركشن, يكون في عندي تيشو ديستركشن اللي هو زي خراب بالتيشو largely directed by the inflammatory cells. ثالث اشي اللي هو عبارة عن repair involving new vessel proliferation angiogenesis and fibrosis. هلأ الvessel proliferation اللي عبارة عن تكاثر الفيسلز بنسميها الانجيوجينيسيس. هلا بيكون في عندي, مش احنا قبل شوي حكينا انه بيكون في عندي اكتف انفلاميشن تيشو انجري اند هيلينج. هلا بيكون في عندنا عمليه ريبير للكرونيك انفلاميشن, عمليه ريبير مستمره. طبعا هاي عمليه الريبير بتتضمن انجيوجينيسيس اللي عباره عن نيو فيسل بروليفريشن, فايبروسيس اللي هو عباره عن تشكيل الكونكتيف تيشو اللي بنسميها سكارينج. إذا هاي اللي هي chronic inflammation, we can characterize chronic inflammation by these three points. هم بنقدر نحكي عنهم هذول الثلاث اللي هو active
inflammation اللي بتضمن infiltration of non-nuclear chronic inflammatory cells, macrophages, lymphocytes, plasma cells. ضروري نحفظ ثلاث انواع هذول. tissue injury ايوه tissue destruction, healing هي repair للانجيوجينيسيس fibrosis. ضروري نعرف ان الانجيوجينيسيس معناتها new vessel proliferation. هلا هون في عندنا صورة بقارن ما بين the chronic الاكل. الصورة الأولى بحكي لنا chronic lung inflammation showing collection of chronic inflammatory cells plus destruction of parenchyma. Normal alveoli are replaced by spaces lined by tubular epithelium. اللي هو هون صار في عندنا هاي اللي هي عملية الفيبروسيس اللي هو عبارة عن تكون connective tissue. هاي هون الأماكن الأسهم هاي اللي أنا عايز بحطها هاي في عندنا صار في عندنا كيوبيكال إبيثيليوم. هاي هي عبارة عن عملية الفيبروسيس تمام. فهون في عندنا inflammation showing collection of chronic inflammatory cells. صار في عندنا destruction للتشو الأصلي أو للسيلز الأصلية ف اللي هي بنسميها البارنشيما. حكينا ذيك المرة ان البارنشيما السلسة هي عبارة عن السلسة مسؤولة عن اداء وظيفة معينة في تيشو معين اللي هي عبارة باللنج اشي اسمه الالفيولاي نورمال الالفيولاي باي سبيسز لايند باي كيوبيكال ابيثيليوم. فهذا الاشي بنسميه كرونيك لنج انفلاميشن وهي شفنا الكيوبيكال ابيثيليوم. أما بالنسبة للأكيوت بحكي لنا برونكو نيومونيا اللي هو عبارة عن التهاب البرونكس showing neutrophils. طبعا ليش حكينا neutrophils؟ ليش ما حكينا macrophages plasma cells؟ لأنه هون بدنا نركز إنه مدى أكيوت مش كرونيك. لما يكون في عندي أكيوت neutrophils هي المسؤولة filling the alveolar spaces with congested blood vessels. فهون بنلاحظ انه في عندنا congested blood vessels. نلاحظ انه في عندنا acute inflammation. نلاحظ انه ما صار في عندنا تبديل ما صار في عندنا replacement بولا اشي بل كل اشي زي ما هو بس كان في عندنا acute inflammation showing neutrophils filling the alveolar spaces. هاي هاي اللي هي neutrophils كلها إن شاء الله بدل ما هي cubical epithelium هون هاي وهاي 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 كان في عندنا neutrophils و congested blood vessels. هون في عندنا causes of chronic inflammation. إيش أنا بسبب لي chronic inflammation؟ يعني أكيد كل شيء له سبب. chronic inflammation له أسباب متعددة. السبب الأول هو progression of acute to chronic inflammation. حكينا قبل شوي اللي هو عبارة عن تطور acute inflammation إلى chronic inflammation. كيف بصير؟ بحكينا occurs متى when the acute response cannot be resolved. يعني أنا عندي acute response قاعد بحاول أظبطه بعمل عمليات repair بحاول أظبطه قدر المستطاع ولكن ما قدرت أصبته. ليه؟ في عندنا سببين. يا إما because of the resistance of the injurious agent. يعني خلص هذا injurious agent موجود بشكل مستمر معي ما قدرت أشيله. إيش راح يصير؟ راح يصير في progression of acute to chronic inflammation. السبب الثاني اللي هو because of interference in the normal process of healing. يعني صار في عندي بعض التداخلات الخارجية والتدخلات عملت على إعاقة النورمال بروسيس أوف هيلينج. ما قدرت أشفي هذا الانفلاميشن تتحول من أكيوت إلى كرونيك. يعني الفيصل ما بين الأكيوت أند كرونيك انفلاميشن هو إنه أنا بحاول أعمل عمليات ريبير للأكيوت. فإذا ما ضبط عمليات الريبير هاي بتحول إلى كرونيك. بس ما ننسى في نفس الوقت اللي حكينا عنه قبل شوي إنه في عندنا هون بعض الأشياء مالها هي من الأول بتشكل الكرونيك إنفلاميشن أصلاً.
يعني ما بتحتاج إن تكون أكيوت عشان تحول تصيرلها بروكي عشان تصيرلها كرونيك انفلاميشن. هاي الشغلات لازم نكون حافظين، في شغلات تعمل أكيوت انفلاميشن وشغلات تعمل كرونيك انفلاميشن. تمام. هلا أنا بعطينا مثال اللي هو بحكي لنا for example أفكتك ألسر اللي هو عبارة عن زي قرحة معوية of the stomach or duodenum initially shows acute inflammation. بالحالة طبيعية لما يصير أنا معي قرحة حموضة شو بيصير؟ اللي هو الحالة هاي بيكون اسمها acute inflammation اللي هي inflammation نوعه acute inflammation, it's not chronic inflammation. تمام؟ هلا بيكون followed by the beginning stages of resolution and healing processes. يعني أنا بحاول قدر المستطاع إنه أعمل healing processes علشان يعني أرجع للحالة الطبيعية. تمام؟ بيحكي لنا however recurrent attacks يعني حدوث المتواصل، حدوث بشكل مستمر of duodenal epithelial injury interrupt this process. خلص بيقطع هاي البروسس اللي هي عبارة عن البروسس تبع healing process و resolution process. تمام؟ فإيش بصير في عندي؟ result in chronic peptic ulcer. فبصير في عندي chronic. خلص إحنا بطلنا نحاول نعمل healing أو resolution لأكيد inflammation تتحول عنا إلى chronic peptic ulcer صارت قرحة دائمة أو مزمنة. طبعا it happens more and more and more so it progress from acute to chronic peptic ulcer. يعني دائما إذا في عندي acute inflammation دائما بصير دوري كانت يعني بصير مرة 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 خلص في الآخر تشو رزق لك تظل أنا أعمل يعني repair processes resolution أطلابي. خلص ليش أتعب حالي؟ خلي chronic inflammation ومع السلام. طبعا السبب الثاني بعد ما حكينا إنه اللي هو a focus of acute inflammation into chronic inflammation. السبب الثاني viral infections. وهي نفس الطريقة في الصورة. Viral infections, intracellular infections of any kind typically require a response that involves chronic inflammatory cells. يعني أنا لما يصير في عندي intracellular infections يعني عدوى داخلية داخل الخلية من any kind أي نوع من أنواع ال viral infections اللي هي الفيروس بتتضمن response that involves the chronic inflammatory cells. ايش هم ال chronic inflammatory cells؟ حكينا عنهم قبل شوي. اللي بيميزوا ال chronic inflammation هم الليمفوسايتس والماكروفاجز. فبيحكي لنا انه انا عشان اشيل فيروس معين من خلية معين بحتاج الى lymphocytes and macrophages. ولسوء الحظ انه lymphocytes والmacrophages هم الخلايا المسؤولة عن the chronic inflammation. لانه the acute inflammation المسؤول عنها شو؟ neutrophils and monocytes. فانا بحتاج هدول عشان اشيل الفيروس. فشو راح يكون منطقيا نوع الانفلاميشن؟ راح يكون chronic inflammation from the onset in order to identify and eradicate. عشان انا اشيل امسح الفيرال انفكشن بحتاج الى chronic inflammation باستخدام lymphocytes and macrophages as in viral hepatitis مثال عليه. طبعا شفنا له صورة هذيك المرة الفيروس. السبب الثالث
اللي بيؤدي الى chronic inflammation the resistant infections يعني انا عندي عدوى دائمة by microbes that are difficult to eradicate يعني انا عندي ميكروبات معينة حاولت اعمل healing resolution ما صدق معي خلص resistant infection difficult to eradicate يعني صعب اشياء خلص زي tuberculosis بس اللاي اوف tuberculosis يعني انا هلأ بمرض السل خلص في عندي resistant infection تقريبا صعب الواحد انه يشفى منه فالانفلاميشن بيكون كرونيك في تريبونيما باليدن اوف سيفلس مرض الزهري certain viruses زي ما حكينا viruses and fungi all of which tend to establish resistant infections and elicit a T lymphocyte mediated immune response يعني بيطلب T lymphocyte-mediated immune response بنسميه delayed hypersensitivity reaction. طبعاً delayed hypersensitivity reaction بنيته دارس فارما بيتذكر إنه في عنا جدول كان فيه type 1, type 2, type 3, type 4. Type 4 بنسميه delayed hypersensitivity reaction كان مثال عليه التيوبركلوسيس طبعا هنا السبب الرابع من اسباب الكرونيك انفلاميشن هو immune mediated inflammatory diseases or hypersensitivity diseases يعني هون نقدر نحكي عن اللي هو الالرجي diseases immune reactions may develop against the individual's own tissues يعني واحد عنده حساسيه الاميون رياكشن جهاز المناعه تاعه راح يشتغل ضد انسجه جسمه اللي هي له يعني الجسم بيشتغل ضد حاله leading to autoimmune disease يعني مرض سببه جهاز المناعه تبع الجسم ضد انسجه جسمنا الاصلي resulting in chronic tissue damage خلص chronic tissue damage إذا الجسم صار يهاجم حاله أكيد بده يكون في عنا chronic tissue damage and inflammation مثال عليه rheumatoid arthritis التهاب المفاصل مثلا اللي هو نوع rheumatoid في عنا immune responses against common environmental substances are the cause of allergic diseases such as bronchial asthma يعني هلا بيحكي لنا انه في عندنا immune responses الجسم بيعملها نتيجة common environmental substances يعني في عندنا مواد معينة بالبيئة تعمل عندنا allergies بتؤدي الى allergic diseases زي bronchial asthma اللي هو زي الربو مثلا فالربو هو عبارة عن chronic هو عبارة عن انه الجسم بيشتغل ضد حاله وشرحناها هذيك المرة حكينا انه في انترليوكينز بانواعها المختلفة تعمل سبازم اللي عبارة عن كونتراكشن انقباض اللي هو البرونكيول او البرونكس البرونكيولز اللي بيكونوا موجودة عند الشخص فلما يتضيقوا بصير في عندي أزمة. Prolonged exposure to potentially toxic agents. يعني هلا أنا تعرضت لفترة كبيرة طويلة لسموم أو عوامل سامة قوية potentially وركز على كلمة prolonged يعني مطول. Non-degradable exogenous materials such as inhaled سيليكا and asbestos هلا في عندنا مواد معينة هي السيليكا والاسبستوس هاي بتعمل لي chronic inflammation هاي بنعتبرها toxins مواد سامة بتكون اكثر اشي بالفاكتوريز بالمصانع وبالاماكن اللي فيها مصانع والناس اللي عايشين جنب هاي الفاكتوريز هم اكثر ناس بيتأذوا وبيصير لهم chronic inflammation من وراء هاد الشيء
which can induce a chronic inflammatory responses in the lungs called silicosis and asbestosis, respectively. لي سيليكا سيليكوزيس اسبستس اسبستوزيس. ف طبعا اسيزيما اوف سكين برضو كمان مثال على الالرجيك ديزيزيز. الواحد بصير عنده حساسيه فبصير عنده التهاب على الجلد زي الاحمرارات والشغلات اللي بتصير على الجلد لما واحد ياكل شيء معين او لما يحط شيء على جلده يمسك شيء ممكن يلاقي صافي بتطفح جلدي هاي بسميها الاسيزيما اوف سكين. هاي برضه نوع اميون ميديتد انفلامتوري ديزيز او الهايبر سنسيتيفيتي ديزيز. طبعا كنا جلاسز اور ربر فاكتوريز هي المصانع تبعت الربر الجلاسز الناس اللي حواليها يعملوا انهيل للسيليكا اسبستس فبصير في عندهم اللي هو السيليكوزيس اند اسبستوزيس. فلو حد سألنا السيليكوزيس اند اسبستوزيس are they acute or chronic inflammation definitely they are chronic inflammation. تمام. Chronic inflammatory cells and mediators. ففي عندنا cells mediators مسؤولات عن the chronic inflammatory disease. ايش هم؟ Number one, it's macrophage. Macrophages. The most important cell of the chronic inflammation. They are tissue cells that are derived from circulating blood monocytes after leaving the blood. يعني هلا احنا في عندنا من احتياج للبصل هنا هاي الاشياء الصفرة هي عبارة عن المونوسايتس اجت طلعت بسبب معين فينا انفلاميشن الاشي طلعت من البلوكسل هون راح تصير تتحول هاي المونوسايت الى ماكروفاج. لاحظوا الفرق في الحجم. انا هلا راح نحكي عن هذا الشيء. فلما المونوسايت يعني المونوسايت عند ماكروفاج نفس الشيء بس الفرق انه المونوسايت تطلع برا البلد بصير لها بعض التغيرات بصير اسمها ماكروفيج. فأصل الماكروفيج من المونوسايت. ماكروفيجز scattered diffusely in most connective tissues normally. يعني تكون موجودة ومبعثرة بال most connective tissues بشكل طبيعي but found in increased numbers. يعني هلأ احنا فينا نسبة طبيعية لازم تكون موجودة الماكروفيجز بالتيشوز تيشوز بنسبة طبيعية بس في عندنا بعض التيشوز فيها increased numbers اللي هي في عندنا الليفر تمام الليفر في اشي بنسميه اللي هو الكبفر سيلز تمام سي ان اس بالمايكروبليال سيلز اللنجز بالالفيولر ماكروفيجز سبلين اند ليمف نودز ساينس هيستوسايتس فهلا هاي هي عباره عن اسماء زي الماكروفيجز بالاعضاء هاي طبعا كثير مهم يحفظهم الدكتور دقق عليهم حكت انهم جدا ف الله بعيننا لازم يحفظهم نشو اسم الماكروفيج والعضو المعين ماكرو طبعا هنا تنويه بسيط السبلين and lymph nodes
sinus histiocytes او بنقدر نسميها نفس الاسم يعني هم الاثنين نفس بعض نفس المعنى dendritic cells. Macrophages act as a filters for particulate matter, microbes and senescent cells. Senescent cells هي عبارة عن الخلايا زي اللي صاير ما فيش الكوخ اللي خلص تنتهي and control specific components of the immune system. تتحكم بـ specific components of the immune system. T and B lymphocytes to endure stimuli. من زي كنا بحكي من الماكروفيجز هي عبارة عن الصفاي تبعت الجسم بتعمل تلقط الميكروب سينسنت سيلز كنترول سبيسيفيك كومبوننتس اوف ذا اميون سيستم زي ما راح نحكي بعد شوي. طبعا هاد السلايد جدا مهم خصوصا هاي الشغلات. The half life of circulating the blood monocytes is one day. هلا بدنا نحكي شوي عن ايش الفرق ما بين المونوسايتس والماكروفيجز مع انه الماكروفيج اصلها مونوسايت. هلا الهاف لايف تبعت سيركيليتنج بلاد مونوسايتس يعني هلا المونوسايتس اللي موجوده بالبلاد هون الهاف لايف تبعها 1 داي بعد يوم خلص بتموت بتصنع بدل. Under the influence of adhesion molecules and chemotactic factors, they begin to migrate following the neutrophils to the site of injury within the first 24 to 48 hours after onset of acute inflammation. هلا بحكي لنا إنه تحت يعني تأثير adhesion molecules اللي بتخليها تنتقل هلا هيك هو هنا مثلا هلا هي بتكون هون تمام. هلا الأديجين موليكيولز والكيموتاكتيك فاكتورز زي ما حكينا انه كيف راح يصير في عندنا اللي هي عملية المارجنيشن بعدين عملية البيفمنتين بعديها عملية الميجريشن كل هاي الشغلات اللي حكينا عنها بتصير بعد ما يصير في الميجريشن للنيوتروفيلز. اذا هي تلحق للنيوتروفيلز تتبع النيوتروفيلز بعد 24 إلى 48 ساعة من الأكيوت إنفلاميشن. هلأ when monocytes reach the extravascular interstitial tissue يعني هون باللون الأحمر طلعت برا هون كيف إحنا حكينا إنه تتحرك زي حركة الأميبا وتطلع برا سودوأميبويد تطلع برا طلعت برا هلأ بيحكينا they undergo transformation هون راح تصير فينا عملية التحويل into the larger tissue macrophages. طلعوا انا كيف وصلت صورة صغيرة وهنا كبيرة لانه هاي macrophage وهاي monocyte. حتى انا بكتب m small لانها هاي monocyte small macrophage هاي big فبصير في لها هو larger tissue macrophages which have longer half-lives يعني مش بس بيزيد حجمها هاي كانت one day half-life تبعها هاي راح يزيد half-life تبعها اكثر من يوم. And the greater capacity for phagocytosis. طبعاً إذا حجمها أكبر، طبعاً وظيفتها هي البلعمة. فالphagocytosis راح تكون منها أضخم، أحسن، more efficient. هون بحكي لنا macrophages may also become activated, a process resulting in more active metabolism, increase of cell size, increase content of يعني هلا بحكي لنا ان الماكروفيجز may also become activated a process يعني هلا في عندنا بعض التغيرات الثانية اللي راح تصير للماكروفيجز غير انه السايز تبعها زاد راح يصير في عندها activated a process resulting in more active metabolism راح يزيد عندها الميتابوليزم increase of cell size هذا حكينا عنه increase content of lysosomal enzymes عشان بدها تعمل عملية phagocytosis برضو اكيد بدها more content of lysosomal enzymes with increased ability to kill ingested organisms اللي برضو increased ability of phagocytosis يعني كلهم تقريبا نفس المعنى الا انه هنا زاد active metabolism برضو اصلا كلهم مترابطة مع بعض. لو انا بحكي لنا the activated macrophages appear large flat pink this appearance is similar to that of squamous cells
قاعد بوصف لنا بالاكتيفيتد ماكروفيسز، نركز على كلمه اكتيفيتد ماكروفيسز، بتبين كبيره لارج فلات بينك بينك هنا. هلا بحكي لنا بنصير نسميه هون ابيثيلويد ماكروفيسز. ليش ابيثيلويد بالذات؟ يعني لانها صارت تشبه الابيثيليا سيلز، فصارت ابيثيليا لايك، مش هذيك لونها بينك. تمام. هلا في عنا هون اللي هو بيحكي لنا focal aggregates of these cells called، يعني هلا لما يتجمع هاي الابيثيلويد ماكروفيجز اللي هي epithelial like macrophages، بيصير في عنا زي اشي او منظر بنسميه granulom. هلا بالكيو وين بده يعمل granulom؟ بالتيوبركلوسيس viral or parasitic infection، يعني بمعنى اخر بالكرونيك، لأن الماكروفيجز أصلا الإبيثيلويد ماكروفيجز تكون موجودة بالكرونيك إنفلاميشن. هلا activation of macrophages.